نعرف بقى المشاهدين ايه الجديد في 2018 بالنسبه للشهر بالنسبه للعرايس للعروسه. هو الجديد الموضه السنه دي 2018 الشعر كله بيبقى سايب. سايب؟ اه سايب. اوكي. مش ما بنلمش اي حاجه؟ لا 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 ما بنلمش. هو الشعر يعني زي نور. هي اصلا نور ما شاء الله انت قمر لوحدك يعني. هو الشعر بيبقى سايب، ممكن مثلا بومبي من فوق وممكن القصه والجناب، بس هي حتى بس يعني خلي بالك نور شعرها مثلا قصير. قصير لو واحده شعرها طويل، لو شعرها طويل برضه ممكن نلم الجنبين ونسيب اللي ورا. بس يبقى سايب. طب بيبقى سايب. التاج والحاجات دي موضه تاني ولا؟ التاج بيفرق. يعني التاج. بي اصلك طلع مش التاج اللي هي الحاجات مش عارفه اسمها ايه، لا اللي هو الهيربيس. ايوه هي هو ده. الهيربيس ده اللي طالع جديد السنه دي. والتاجات بيبقى كل ما تبقى رفيعه وبسيطه تبقى اشيك. تمام. طيب بالنسبه للسايب، اوكي، تصميم الفستان، هل انت بتبقى بتشترط ان انت تشوف الفستان الاول عشان تحدد التسريحه ايه، ولا لا خلاص هو انت ماشي على الموضه ان هو الشعر سايبه خلاص؟ لا هو الشعر بالنسبه للفستان، هو الشعر لازم الفستان هو اللي بيحكمني. ما بشترطش مثلا على العروسه ان هي تجيب فستان شكل معين، لا هي بتجيبه وبنختار مع بعض التاج الهيربيس اللي بالجديد، وبعد كده بنعمل التسريحه على الوش والتاج. مين الرأي بيمشي، العروسه ولا انت؟ لا انا اللي بيمشي. انت اللي رأيك بيمشي في الاخر، لان انا بشوف يعني الوش بناء عليه هو اللي بنعمل بيه التسريحه.